السلام عليكم. جزاكم الله خير. السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخنا؟ الله يسلمك بارك فيك. بالله على سلامتك. الله يسلم عمرك. بالله عليك عند الدكتور بس استفسر يا حبيبي. في المملكة العربية السعودية. نعم. سكان الشمال. احنا في السعودية، قاعدين في السعودية أنا وأهلي. الأصح نحن أو إحنا؟ نحن وأنا وأهلي بيتي جالسين. نحن صح. يعني أنا شغال في السعودية وهم جالسين معايا. أبشر بعد. المكان اللي احنا فيه في الشمال لنا مكان اسمه النقاط اللي هو خضير عالي في المدينه، بنحرم منه ونطلع نعمل عمره. فبنطلع نقعد في مكه فتره مطوله شويه. الدليل الثابت والصحيح ان هو لو انا عايز اعمل عمره ثانيه اروح احرم المسجد التنعيم بعد كم يوم اولا بعد ما ينبت الشعر، لان في اقوال متشابهه. فاحنا ما في اقوال عن رسول الله في هذا الباب، ما في نصوص تحدد، يعني تكرار العمره من التنعيم ما فيها نصوص ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا أن قيلا يقول الرسول أتى مكة فاعتمر ولم يكرر العمرة، وهذا دليله. أما الآخرون يقولون النصوص العامة تابعة بين الحج والعمرة لا بأس بأعمالها، فالأمر فيه ساعة، لكن إن سألتني ما الذي فعله الرسول أجبتك، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وإياك حبيبي.